اليوم عن ايش موضوعنا؟ ليكسيكال سيمانتكس. او شو يعني ليكسيكال سيمانتكس؟ هلا بدنا نفهم شو بتختلف عن الفورمال سيمانتكس. وعن المالتي لينجواليزم، شو يعني مالتي لينجواليزم؟ انا عن موضوعنا عن تعدد المعاني في اللغه. ندرس هذا الموضوع از سبيشال توبيك ادفانس توبيك في النوليدج في الانتولوجي انجينيرنج، في علم الانتولوجي. ها طيب، اول شيء درسنا احنا شيء الانتولوجي بشكل عام قبل هذه المحاضره، مزبوط؟ شفنا شيء الانتولوجي، هلا بدنا نشوف او تعرفكم انه اللي درستوه انتم مش انتولوجي بشكل عام، هو مور ابلكيشن انتولوجي عشان نبني ابلكيشن. هلا بدنا نشوف اليوم كمان شيء لما بدنا نحكي عن لينغويستيك انتولوجي بشكل بسيط، بنقارن بين الانتولوجي اللغوي يعني لغوي وانتولوجي لابلكيشن. بعدين نفهم شو معنات ليكسيكال سيمانتكس وشو معنات، وبنفهم نرجع السيمانتك تريانجل شو معنات بولوسومي وشو معنات سينونومي. بعدين المالتي لينجواليزم. هلا معظم الريسيرش في الانتولوجي هو يتمحور حول الابلكيشن انتولوجيز. كل الليترشر اللي بتقرأوه والمحاضرات اللي اخذناها قبل هيك كلها عن ابلكيشنز، يعني انه احنا بدنا يا عمي نيجي على دومين معين نعمل له انتولوجي عشان السيستمز اللي في قلب هذا الدومين او لهذا الابلكيشن يقدر يفهموا على بعض، مزبوط؟ زي مثلا الاي جفرمنت انتولوجي، زي الكاستمر كومبلينت انتولوجي، زي بدنا نعمل انتولوجي عشان الجامعات تحكي مع بعض، بدنا نعمل انتولوجي عشان البنوك تحكي مع بعض والى اخره. هذا النوع بنسميه ابلكيشن انتولوجي. شو بكون هدفنا منه؟ يعني كمان مره احنا بنقول يعني عشان البنوك تحكي مع بعض لازم نبدا انتولوجي. شو يعني؟ يعني شو في بقلب هاي الانتولوجي بتاعت البنوك؟ فيها تيرمينولوجي، يعني المصطلحات اللي تستعمل بين هاي البنوك، بين بترانزاكشنز بين البنوك، وتعريفها الدقيق تبقى مرسومه او مكتوبه بلغه فورمال، صح؟ فاحنا عمليا شو الابلكيشن اونتولوجي عصام؟ شو الهدف منها؟ از تو ريبريزنت ذا سيمانتكس. شو معنى سيمانتكس؟ المعنى الدلالي اوف اسيرتين دومين او ابلكيشن او ابلكيشن دومين. فهمت علي؟ عشان نمثل المعاني الدلالية في دومين معين، such as فوف اونتولوجي. فوف اللي هي فريند اوف ا فريند، يعني كل شخص زي الادرس بوك مثلا، مش الادرس بوك بتعمل له امبورت من الاوتلوك على جيميل على الهوت ميل على 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 حدا عمل انتولوجي لهي الادرس بوك. ذا بالستينيان اي جفرمنت انتولوجي اللي ورجيتكم اياها في زنار دوت بي ان اي دوت بي اس. الكاستمر كومبليت انتولوجي برضه شرحت لكم عنها يمكن شوي صغيره. يعني هاي اتسترا، يعني هاي باختصار معاني دلاليه لمصطلحات موجوده دومين محدد. عشان شو؟ عشان ابلكيشن. اول شيء عمرنا لاحظنا انه لما كنا كومباني في الزنار انتولوجي في البالستينيان اي جفرمنت انتولوجي، لما كنا كومباني هل عمرنا اخذنا بعين الاعتبار انه كلمه كومباني باللغه لها اكثر من معنى؟ دائما شو بنقول؟ لها معنى واحد، نعتبر انه لها معنى واحد، مزبوط؟ زي العميل مثلا، ها؟ زي كلمه العميل، زي كلمه العميل في البانكينج انتولوجي. طيب ومش بس هيك، زي ما قلنا بنركز على الداتا ستراكشر تبع يعني تركيبه البيانات لايش؟ لا 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 الدومين اللي بيشتغل عليه. وانو اللي بيستعمل هاي الانتولوجي؟ ليميتد الابلكيشنز تاعت هذا الدومين، ما ليميتد يعني يا سيرتن ابلكيشن يا كلاس اوف ابلكيشنز، يعني شغلات بتشبه بعض. بينما شو يعني اللينغويستيك اونتولوجي؟ هلا اللينغويستيك اونتولوجي مقصود فيها انه احنا مش نمثل المعنى الدلالي لدومين معين،
لكل الكلمات اللي في اللغة. بنمثل بطريقة فورمال، طريقة منطق، علم يعني بلغة المنطق، بالديسكريبشن لوجيك، بالأويل، بالأورم، بلغة فورمال. إيش؟ المعاني الدلالية لكل كلمات اللغة. هاي اللي احنا بنسميها لينغويستيك اونتولوجي. هلا اذا شو بتختلف هون؟ بكينا ناخذ معنى واحد للكلمه هون. بزبطش هون ناخذ معنى واحد، لازم ناخذ بعين الاعتبار تعدد معاني الكلمه في ذلك اللغه وفي تلك اللغه. هلا لما انا هون كنت امثل المعارف الموجوده، النوليدج الموجوده لدومين، بينما باللينغويستيك اونتولوجي وكاني بمثل المعرفه العامه، الكومن سنس نوليدج، صح ولا لا؟ شو يعني عصام؟ انا مركز على عصام عشان شاعرنا الكبير، ها، لانه لغوي يعتبر. شو يعني امثل معاني الكلمات في كل اللغه؟ يعني اجيبها من كل القواميس احط معانيها، يعني هاي المعرفه العامه، صح؟ هاي المعرفة الإنسانية اللي تحملها لغة معينة. فهم علي كثير؟ كل المعرفة اللي بتحمل المعرفة، هون بقصد الكومون سنس نوليدج، يعني اللي بتحملها لغة معينة أو معاني كلمات لغة معينة. يعني إذا اللغة بتحكي عن كل شيء معناته كل شيء، واضح؟ كمان أنا اللي بستعملها مش بس certain applications أو class of applications. طيب هلا قبل هذا هو اللي كنت بدي احكي، بس هلا بدنا نبدا نفهم علاقة الكلمة بمعنى، علاقة الكلمة بمعنى اللي هو بدنا نسمي هذا العلم lexical semantics. شو يعني lexical semantics؟ Is the study of how and what the word of the language denotes. The word, the words of a language denotes. شو كيف يعني ما هو مدلول الكلمات في لغة وكيف تدل هذه الكلمات. هلا هات ورتك عشان قول whether the meaning of a lexical unit. lexical unit بطلت أقول هون words. ليش بطلت تقول words؟ صرت اسميها lexical unit. شو lexical unit؟ single word. single word or a chain of words that form the basic elements of a language. يعني فهون في عندي cat، هون في عندي traffic light، هون وcat كلمة، هون كلمتين. chain of words. إذا بدكم يسموها term أو مصطلح، اللي هي traffic light، يعني traffic إشي ولايت إشي، بينما traffic light إشي ثالث. يعني قصدي أقول لما بقول كلمة بقصد لك lexical unit، بقصدش كلمة بحد ذاتها. طيب whether the meaning of a lexical unit is established by looking at its neighboring its neighborhood in the semantic net. يعني بمعنى آخر بطلع على الجملة وبشوف معناها من سياقها ومن اللي حواليها، مزبوط؟ هيك عادة في علم الليكسيكال سيمانتيك في اللينغويستكس هيك عادة بفسروا الكلام. There are several theories، في أكثر من theory of the classification and the composition of word meaning، في يعني فهم المعنى الدلالي في اللغة. هو موضوع على فكرة، هو موضوع شائك شوي، بمعنى إنه في كثير approaches. The differences and the similarities in lexical semantics structure between different languages and the relationship of word meaning to sentence meaning. في ناس في فرق بين معنى اللي بتأدي كلمة والمعنى الجملة كله. مرات يعني مجموعة المعاني الكلمات في الجملة لا يساوي مرات مجموعة معنى الكلمة. يعني هيك فهمتوا علي؟ يعني في إشي نسميه word semantic أو sentence semantics. طيب شو lexical semantics؟ هو علم بيركز على
علاقة المعنى في المفهوم اللي بتدل عليه. طبعا الكرونال وورد هي الليكسيكال يونت اللي بقصد الليكسيكال يونت. طيب there are different theories and approaches in defining this relationship between اللكسيكال يونت والمعاني تبعتها. Can we, أنا بس أنا هون بس بثير أسئلة. Can we understand the meaning independently of a sentence? Can we understand the meaning independently of a sentence? يعني هل ممكن نفهم معنى كلمة بدون ما تنحط في جملة؟ يعني كنت قاعدين بتقولوا او لا. طيب can we understand the meaning independently of the grammar of a sentence للكلمة تعتمد على اللغة؟ هل ممكن نفهم معاني الكلمات بغض النظر عن القواعد؟ هل يعني بمعنى اخر المعنى مرتبط في قواعد اللغة؟ اكيد اه. اها نسمع برضو او لا. على كل حال في كثير من المدارس والمناهج اللي بتناقش هذه القضية وفي اختلافات. على كل حال ابروتش زي بري ستراكتشرالست سيمانتكس وستراكتشرالست يعني ستراكتشرال سيمانتك وانتربريتيف سيمانتكس. ففي كثير مدارس كوجنيتيف سيمانتكس في كثير هذا الكلام يعني من 2000 سنة يبحث من قبل اللغويين والفلاسفة. كيف نفهم الكلمة وعلاقة الكلمة بمعناها وشو علاقة السياق وشو علاقة الجرامر و و و إلى آخره. على تحال هذا مش مطلوب منكم في محاضرة زي الـ AI. احنا بنتطلع على الموضوع احنا بالآخر ايش؟ IT. نتطلع على الموضوع من ناحية engineering point of view، من ناحية هندسية بنطلع الموضوع. يعني بمعنى آخر احنا مش مطلوب منا هاي الثيوريز، بس احنا حنعمل study، حنأخذ اشي بغض النظر صح ولا غلط، يعني يتوافق او يتعارض مع بعض المدارس، بس احنا برضو منعتبروش ثيوري، منعتبره it's an engineering point of view عشان نعمل. لأنه احنا في الآخر شو بدنا؟ بدنا كمبيوتر ابليكيشنز، احنا ناخذوش فور فان. فهاتوا كمان مرة نرجع ل ايش؟ نفهم هذا الموديل اللي بحكي عنه. يعني هاي الابروتش على فكرة هاي الابروتش تبعتي إلى حد ما إنجاز التعبير، بجوز على الأقل فهمي. بعرفش إذا حدا العالم بيتفق بيختلف معي، بس أنا عادة بدرس الابروتش تبعتي أو فهمي أنا لللكسيكال سيمانتكس من ناحيه كومبيتيشنال ومن ناحيه انجينيرنج. هاتوا نشوف شو شفنا. هذا التراينجل هذا قديم من 1908 اسمه مينينج تراينجل. ففي عندنا سيمبل ايفوكس كونسبت، يعني شو يعني لما بسمع او بشوف كلمه بستحضر في ذهني معنى معين، صورة معينة، بيعمل تريجر لإشي. هاي الصورة لازم تكون مطابقة لإشي موجود، مش مطابقة لإشي موجود في الواقع، قد تكون خيالية مش مهم ترجع لإيه، بس إنه هادو ننسى هاي الجانب. في عنا كلمة منشير لا بقول لك ناوليني هاي الكاسة، ناوليني هاي الكاسة إيش يعني؟ هلا أنا حكيت كلمة كاسي كاسي، وفي هناك شيء معين موجود على الطاولة يعني نعطيني إياه سميته أنا كاسي. طيب سنوليني هاي الكاسي، نوليني شيء لأن هاي الشنطة اللي هناك. قولي لا تطابق مفهوم اللي براسي. على كل حال كيف يعني لو أخذنا كلمة تيبل، شو بستحضرك يا عماد لما نقول تيبل؟ بستحضرك جدول، ممكن بستحضرك هاي الطاولة اللي قدامنا اللي قاعدين عليها. طيب بيان شو بستحضرك لما أنا أقول طاولة؟ هاي الطاولة إيش الطاولة؟ الأربع رجلين
برضو نفس الشيء. إذا زي عمان شو مستعد لك لما كل طاولة عبية؟ إشي مستطيل أو دائري بوقف إشي نفس الشيء. على فكرة أنا مستحضر لي شيء آخر. كتاب صح؟ نفس الجدول. اللي هو ما إشي بكتب بيانات وإله صفوف وأعمدة. زي مش طاولة. أنت بتقول طاولة. عربي غير على إنجليزي. أو أنا متأسف أنا كل طاولة. سوري. أنا متأسف أنا خربشة. أنا خربشة. إذا شو بستحضرني لما أقول جدول المحاضرة معمولة بالإنجليزي بس أنا أحكي بالعربي. شو بستحضرني لما أقول تيبل؟ طاولة أو جدول. قد يستحضرني هذا التيبل أو ذلك التيبل مزبوط؟ هل ها يعني هذا شيء بنحط فيه بيانات وهذه الأوبجيكت هذول موجودين وين؟ على أرض الواقع في الرياليتي أو فيرتشوال رياليتي نسميه رياليتي سواء كانت حقيقية ولا خيالية. هلا هذا اللي موجود هون هذا مش مستحضرني سوري هذا مش مستحضرني هيك احنا نطلق كلمات على اشياء موجوده وين في الواقع نسقط الكونسبتس عليها المفاهيم هلا شو هاي الموجود في راسنا نرجع شو الموجود في راسنا عن كلمه تيبل ممكن تعمل تريجر لها مفهومين مختلفين تماما او ثلاث او عشرة هذول مفهومين واحد منهم مثلا a set of a data structure arranged in rows and columns صح؟ اي شيء بس بشوفه مكون من صفوف واعمدة اي شيء هنا يعني وبكتبه بينها بسميه انا طاولة. بسميه تيبل. سوري. خليني أعمل المثال اللي دائما بعمله كان بعضكم سمع. ناس زين الفضاء من المريخ. أجوا اثنين من المريخ دخلوا على الغرفة هاي. طلع. مش خايفين مننا بيعرفوش إنه منهاجم أو منهاجمش. دخلوا طلعوا علينا. شافوا أشياء موجودة. وبدهم يسرقوا. هلا لما شافوا شو بتفك شو اول شيء بتخيلوا بشوفوا اشياء تشبه بعض في اشياء هيك على اللي بنسميه احنا ايدين على راس البطيخه لهم راس لهم دنين قاعدين بعرفوش هم قاعدين ولا مش قاعدين بس هم بتطلعوا الامور هيك بشوفوا اشياء ثانيه اللي احنا بنسميها ايش كراسي بشوفوا أشياء أخرى أشياء تشبه بعض الأشياء اللي تشبه بعض طلع مثلا الكراسي هون مثلا في عنا هاي الكرسي مزبوط هاي الكرسي هلا همي لما شافوا إنه في أكثر من واحد قاعد على كمان كرسي كمان زي هاي وكأنه كانوا أوكي هذول الثنتين إيش نفس الشيء يعني لهن بشكل مختلف فإيش واحد منهم راح فالثاني قال له شو سرقت؟ قال له هذول الاشياء اللي بكوا قاعدين عليهن الاشياء اللي عليهن بصير يوسف الاشياء اللي عليهن يعني اللي معنى اخر صار بده يسرق بده يقول سرقت الكراسي قال له انت ثاني شو سرقت؟ قال له انا سرقت اشياء هو بكى رايح على مكتب ثاني سرقت اشياء بكى واحد قاعد عليها بس بدك تلف وكانه هذا اعطاه اسم وهذا اعطاه اسم صح؟ هي بعد شوي ممكن يقطعوا نفس الاسم بمعنى اخر وكانه الكونسبت تخيل هو يتكون من مجموعه من ايش؟ الصفات شو الكونسبت؟ مجموعه من الخصائص اذا بدك الصفات الشروط اللي القواعد اللي انت بتميز فيها شيء عن اخر يعني تخيل هذولا زي المنخل ما اللي بينزل منهن شو هو ينطبق عليه يعني اللي بينزل منهن انه هم تخيلوا الرولز هذول هيك حط بقلب المنخل ايش كل الاشياء اللي بالواقع شو اللي بينزل منهن من هذا المنخل
اللي هم الاوبجكتس الاشياء اللي الحقيقيه اللي احنا بنطلق عليها مسمى طاوله. او تخيلها بطريقه ثانيه، تخيلوا على شاط زي مصنع الكوكاكولا، وين ما هاي بمرك حط عليه كل الاوبجكتس هذا اللي بسات كل شيء في الدنيا كله. وين تنقو، وين تدفع جاك، ها؟ لما تنطبق هاي الصفات اللي احنا مرمجينها هون على هذا الاوبجكت. فهاي ست اوف رولز انت بذهنك. يعني انا لو سالت عصام شو يعني كروم، كروم الارض اللي فيها عنب، يعني هاي مش كروم اللي هون، في كرم زيتون، في كرم مش كروم. واو. اذا انت لما سالتك شو بالضبط سويت، قلت لك الارض اللي بحدنا هل هي كروم ولا مش كروم، انت شو رحت سويت؟ قلت شو الصفات اللي في ذهني عنك يعني اللي بتدل عليها كلمه كروم، وكانك جيت تقول هل المنخ اللي بنزلها ولا بنزلهاش، ها؟ بالتالي هاي بنسميه ايش اذا؟ هذول الرولز شو بنسميها؟ الفكره تبعتنا هاي اللي في راسنا شو بنسميها؟ كونسبت. والاشياء اللي موجوده بالواقع اللي بنطلق عليها هاي الكلمات او تنطبق عليها هاي الافكار او بتوافق هاي الافكار بنسميها انستنس. اذا شو معنات انستنس اوف ا كونسبت؟ هاي بيان؟ سوري سما. الاشياء اللي بتطابق الكونسبت التي تصدق المفاهيم او الشروط او الخصائص اللي في ذهننا عام. شفتوا بقى اذا كيف انا بدلل شو معنات المعنى الدلالي للكلمه؟ المعنى الدلالي يعني هو المفهوم. بالعربي شو معنات انستانس؟ شو معنات انستانس؟ المصادق. كلمة واحدة. هذه الكلمة مش اختراعي أنا، هذه الكلمة موجودة وين؟ استعملها المناطق العرب في علم اللغة سوري في علم المنطق ويعني في الليترتشر تاع اللغة العربية اسمها المصادق، لأنه فيش كلمة لكلمة انستنس إنجاز التعبير. وشو معناها يعني المصادق؟ الأشياء التي تصدق هذه الصفات. واضحة؟ وهي عكس المعنى. طيب شو يعني المعنى الدلالي؟ أو المعنى؟ يعني إذا قلنا هون المعنى meaning، إذا شفت كلمة meaning أو concept أو semantics نفس الشيء. وإذا قلت معنى أو مفهوم أو معنى دلالي المقصود نفسه. بس meaning مش نفس الconcept. كيف؟ meaning مش نفس الconcept. شو الconcept؟ يعني meaning table معناتها طاولة، كويس؟ التابل معناها طاولة. الميت لا تبعها. ماشي خلينا بالانجليزي انجليزي. التابل او سوري بدك تستعمل عربي، استعمل عربي. الطاولة مثلا يعني الميننج ممكن يكون من لغة للغة مثلا. لا هذا مش المقصود، هذا عملية مابينج من معنى هي من معنى لمعنى للغة مظبوط، بس مش هون المقصود. المقصود خليك في لغة، خليك نفس اللغة انت. لما بقول لك شو معنات كلمة طاولة، لا خلينا عشان الطاولة ما لهاش مترادفات نقول مثلا شو معنات كلمة هزابر. بدناش نستعمل مترادفات هسه جايين. هزابر مثلا شو معنات كلمة هزابر؟ أسد. لا مش صحيح. هذا الميننج. لا هذا المصدر. هذا المصدر. لا لا هذا ليس المصدر كمان. شوف أسد الهزابر هو شيء موجود بالواقع تنطلق في مجموعة من الصفات في راسنا عنه أو عن هاي الأشياء الموجودة بالواقع اللي هم الحيوانات. مش أي حيوان اسمه أسد، بمعنى آخر نسميه زبر. هو الأسد عندما يغضب هذا المصدر. طيب. هذا لا هذا ليس المصدر، هذا المفهوم. هذا المفهوم كله مجموعة الصفات التي والخصائص اللي ممكن تنطبق على حيوانات معينه
هاي الحيوانات اللي هي ايش يعني، هو بنقول انه هو نوع حيوان معين عندما يتصرف كذا، هاي الصفات تنطبق على حيوانات معينه موجوده بالواقع، مين سميها يا صار؟ اوكي يعني ما فيش مترادفات في اللغه؟ لا اصلا هذا موضوع خلافي، هذا ليس خلافي في وجهة نظرنا. لا لغة، وجهة نظر اللغويين. وجهة نظر اللغويين أنا أعتقد إنه الخلاف ناتج عن قصور في الفهم عند اللغويين نفسه. خلينا نكون جريئين يعني. أيوة ضد اللغويين. في مترادفات ولا لا؟ في. ألا في مترادفات؟ آه. طبعا. ولكن في لبس وخربشي في مفاهيم يعني بعض اللغويين. الناقة هي نفس الراحلي مثلا. جايين للموضوع. طيب. هتكتشف عصام إنه. النظر يعني نظرة اللوجيشنز يعني هاي النظرة تبعتنا هي نظرة اي تي مع لوجيك، اذا بدك نظرتنا للاشياء تختلف عن نظرة اللغويين، و قد نكون اصح قد نكون اصح. طيب دكتور ممكن بس the meaning او semantics of a term is its concepts. دكتور الكونسبت هلا معناته صفى انه أنا براسي كونسبت، أنت في راسك. نعم صحيح، جايين للموضوع. طيب، هاي. A concept might، شو يعني كونسبت بدلي؟ الكلمة كنت كلمة كونسبت؟ مين؟ لا. مجموعة الخصائص والشروط والمواصفات اللي في راسي عن كلمة هزار might not be agreed among all people، قد لا نتفق عليها. Not exactly the same set of rules or properties are agreed by all people. لما احنا قلنا كلمة كروم، لو جينا لراس حسام وفتحنا قد ان نلقى فيه 500 رول حتى براسه بطبقها على الأشياء على الأشياء اللي هو بالنسبة له هذول كروم. نفتح راس بيان معناها من نفس المنطقة نلقى قديش في رول هي تنطبق من ال 500 بتوافق معها، نلقى عندها 504 بس هي تتفق معاك ب 490، يعني في 15 رول تختلف معك فيها. بنفتح راس منى عشان نبعد من الجنوب للشمال، يعني قلت اول شيء في 15 رول بتختلف فيهم بني نعيم عن العروب، بعدين نروح على طول كرم، ها نفتح راس حدا من طول كرم، نلقى انه عنده كمان رولز بيتفق معك كعصام مثلا في 450. هو لاحظ انه مين بيوافق اكثر؟ قريب طبعا بيان بتوافقك اكثر بالاشياء المشتركه. ليش؟ طبيعه البيئه، لانه طلع انت ابنك الصغير في البيت، لاحظوا الاولاد الصغار بقول لك بابا جبت لك الكداحه، تقول لا بابا مش كداحه هاي، لا بقول له هذا بقد الدخان، ها ليش هو كان لي كداحه؟ هو اتعلم، هو هيك فكر. هلا انا شو لما قلت له لا هذا بقد دخان غيرت له، او سوري مش بقد دخان، بقول له كبريتي مثلا عشان قريب قلت له لا هاي كبريتي، هاي مش كداحة. وهو راح ايش غير المفهوم، ففي عملية مفاوضات بين كل واحد فينا مع البيئة اللي حواليه. المفاوضات هاي يعني بتكون على شكل يا انت بتغلط حدا بصححك، يا انت بتقرأ بتتعلم رولز معينة، فهمت علي؟ يعني احنا اصلا كيف نتعلم المعاني؟ نتداولها، بنروح بنشوف بنسمع حدا بيستعمل الكلمه، بنسمعه وين؟ يا بالشارع يا بالتلفزيون يا 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 بالمجتمع تبعنا كله، نسمع نتعلم المعنى بنحاول نطبق، بنغلط غيرنا بصحح لنا، مزبوط؟ ولا ليش الناس بقول لك اوه سوري اي مس اندرستود يو، يعني انا سوري ما فهمتش عليك، اه ما كنتش فاهم عليك بالاول، هلا 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 صرت افهم عليك، شو يعني قصده؟ هو كان راي، هو كان فاهمك باتجاه وانت بعدين رد صحه، ها؟ هلا اذا الكونسيبت ما صحيح انها غير متوافق عليها، مزبوط. عادة الموجود بالقواميس
المفهوم العام انجاز التعبير. نقول thus most common properties are used within community of practice. على فكرة أنا قلت community of practice، ما قلتش الناس. ليه؟ لأنه بتروح الميكانيكية في فلسطين في عندهم مصطلحات فاهمينها بعض فيها، صح؟ يعني في مرات الميكانيكية اللي بجنين واللي بالخليل بيفهموا على بعض أسهل من إنه الميكانيكي اللي بجنين يحكي مع جاره، لأنه جاره مثلا فاتح محل ثاني. الدكاترة فاهمين على بعض أكثر. الطلاب مرة يعني هلا سؤال، أنتوا أول ما دخلتوا الجامعة كطلاب أول مرة بتدخلوا فيها الجامعة، كل واحد منكم جاي من منطقة، ما تعلمتوش كلمات جديدة ومفاهيم، سوري على فكرة مش كلمات هون، سوري مفاهيم. شو معنى الدبسية؟ شو معنى الصينية؟ مزبوط؟ طيب هلا خلينا نشوف للاجر مدامها هيك، يعني مدامها هاي هذا النمط، كل ما كبرت كل ما كبر المجتمع وقلت الانتر اكشنز فيه، الانتر اكشنز على شكل ما يقرا وما يسمع مثلا، كلما قلت المفاهيم المشتركة، كلما قل المشترك بين الناس. بمعنى فكركم ليش انتم بتفهموا على المصريين اكثر من السعوديين؟ ليش؟ لانكم انتم رحتوا على مصر، بجوز اللي سرحتوا على السعودية كانت بعدكم اكثر من مرة على مصر. ليه اذا؟ لانك في انتر اكشن بينك وبين مصر. كل ما كثرت الانتر اكشنز بينك وبين المجتمع، يعني مع المجتمعات الاخرى، كلما زادت المفاهيم المشترك في المفاهيم، وكلما قلت الانتر اكشنز وتباعدت الناس، يعني كثرت الناس وقلت الانتر اكشنز بكل المفاهيم المشتركه. على فكره وعارفين شو بيصير؟ اللغه بتصير تتطور هناك باتجاه، يعني بالمغرب قاعده تتطور رايحه باتجاه، وبالشام قاعدة تتطور في اتجاه ثاني، وبجوز بعد 1000 سنة هاي يصير لغة لها اسم، وهاي لغة لها اسم، ونصير نقول انه الاصل هنا عربي. شفتوا كيف اللغات بتتطور؟ يعني العبرية والسريانية هيك بالضبط، كانوا كلهم يحكوا نفس الشيء، بس الانتر اكشن زمان ما كانش في مواصلات ولا كان في ساتلايت ولا تليفون ولا كتب ولا فكل واحد طور لغته، فايش؟ مع الزمان بتختلفت اللغة بعده عن بعض، وبالتالي طلعت مفاهيم جديدة للكلمات. لاحظ ممكن نحمل، أنا بحكيش عن الكلمات، أنا بحكي عن المفاهيم بالمناسبة، وكذلك الكلمات، بس أهم إيش عند المفاهيم. الكلمات اللي مستعملة باللغة العربية هل هي تحمل نفس المعنى اللي نقصده هون عن اللي نقصده في المغرب؟ أكثر مثال بضربه أنا، لا يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، شو بس لما كل مغربي بيسمعك يا الله يعطيك العافية شو بفكر؟ سبي. الله يعطيك العافية يعني جهنم أو الموت، مش بتذكر إحنا الله يعطيك العافية، يعني الله يعطيك البركة والصحة، ولا طلعت المعنى هناك شيء ثاني. زي مثلا شو معنات فندق؟ إحنا بنستعمل بس فندق، مزبوط؟ نستعمل كلمة ثانية باللغة العربية عشان ندلل على هوتيل أو فندق. مثلا في تونس بيعرفوش هاي الكلمة فندق، شو بسموه؟ كلمتهم أصح بسموه نزل. الشارع اسمه نهج، نهج الإرسال، مش شارع الإرسال، نهج. احنا بالنسبة لنا نهج يعني مدرسة، لا هم بيعرفوا كمان هالكلمة لها هاي المعنى، بس بيستعملوا الكلمة دي بمعنى آخر. على فكرة بديش عشان انا مخربشش، او مش بس بالضبط انا هذا اللي بقصده، زي كلمة بس للنكتة، يعني كنت في مراكش فكان مكتوب على 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 محل لجنة التحسيس والإرشاد. أثارتني، أنت فاهم شو معناها يعني؟ قلت لها شو معناها؟
تفتيش يعني. بحث تفتيش. تفتيش لا. بحث ممكن أو. لا. تدقيق. تنقيب. لا. التوعية. تحسيس بمعنى التوعية. إحنا عندنا معناها يعني غير، بس عندهم التحسيس معناته التوعية. التحسيس يعني بحسسك بالمفهوم. وصل لك يا هلا. على فكره هاي الاشياء لاحظ، انا بديش اخربش بين اختلاف المعاني واختلاف المسميات. هلا لما نقول فتحنا راس واحد من المغرب وقلنا له شو معنات مدرسه وشو مع هون قارن، تلك الرولز ايش مختلف لنفس الكلمه. واضح؟ واضح لحد هلا؟ طيب هلا شو رايكم بدنا ندرس البوليسيمي؟ شو يعني البوليسيمي؟ تعدد معاني الكلمه، تعدد المعاني للكلمه الواحد، هاي معنى البوليسيمي. از ذا كاباسيتي، هي قدره الكلمه او الليكسيكال يونت تو ريفير تو مالتيبل مينينجز او كونسبتس. These meanings can be related or different. هات نشوف هاي الشيء. ريتا تيمرمان شو بتقول؟ بوليسيمي is a consequence of meaning evolution. شو يعني البوليسيمي؟ شو يعني؟ يعني هون عصام طلع، ليش كلمة تيبل استعملت لكلمتين لشيئين مختلفين؟ مختلفين تماما حتى، صح؟ خذ مثلا كلمة جوال. جوال الجوال الباء، ما قد يكون الجوال المتنقل الشخص المتنقل، وقد يكون الجوال أداة. فهون في إشي ريليتد بين المعنيين، ولكن قد هون مثلا زي تيبل هذول المعنيين قد إيش يكون ديفرنت. هلا قدرة الكل أو لأنه الكلمة لها أكثر من معنى، هاي الصفة، هاي البترن، هذا النمط بنسميه، هذا المفهوم بنسميه البوليسيمي. شفت شو معنى البوليسيمي؟ فهي نتيجة تطور معاني في مجتمع معين. The constant discussion over how to name and what words mean in the discourse of a community and multiple languages evolution. طيب نوت، the most frequent words، أكثر الكلمات استعمالا بين الناس هي الأكثر بوليسيمي إلها. كلما قل استعمال الكلمة بين الناس كلما قل تعدد معانيها. فهمتوا علي؟ هو دكتور يعني الناس اختصروا بدل ما يعملوا كلمة جديدة أو كونسبت جديد. يعني لما طلع هذا الاشي التليفون المتنقل، اذا في امكانيه بس تفتحوا لي البرادي. هذا التليفون المتنقل لما طلع شو اللي صار؟ لما اخترعوا له كونسبت جديد شافوا اقرب. لا، بدل ما يخترعوا له كلمه جديده هم ما شافوا الكونسبت. كلمه جديده، بدل ما يخترعوا كلمه جديده شو اللي صار؟ شافوا اقرب، اخذوا كلمه اقرب واستعملوا. صارت الكلمة هاي يعني زاد عدد، بهاي الحالة زاد عدد استعمال كلمة جوال، صح؟ والكوجين ردوا يستعملوها. فهمتوا علي؟ طيب إذا هلا السينونيم يا عصام، الترادف في اللغة شو معناته؟ الترادف هان شو وشو معنى الترادف هنا؟ لاحظ كلمة تيبل هون وتابيولر أريل، كلمتين في اللغة الإنجليزية يشير إلى نفس الكونسيبت 100% إلى نفس الكونسيبت. يعني أي شيء بدل عليه هذا المفهوم بالواقع، أي ما صدق، أي إنستنس لهذا المفهوم ممكن نطلق عليه هذول الكلمتين في كل السياقات. عكس الفيلوزوفي شيء ثاني بنسميه. هلا تيبل هاي الها مثلا كلمه واحده باللغه الانجليزيه، ما لهاش كلمتين.
المفهوم هذا تابل او ميسا، هاي التابل هاي جبت لكم صورتها من استراليا، هاي فلات تابل لاند with steep edges، يعني زي ال ارض مسطحه مع ارض، يعني شكلها يعني ب ب ب ب ب بالواقع زي الطاوله، يعني ايش انه هون حوافها جاي ايش حادي وهي من فوق مستويه، نسميها ميسا او تيبل. واي شيء كل الحالات الموجوده بالواقع هاي بكل السياقات ممكن نستعمل لها كلمه تيبل او ميسا، بس بنقصد هاي، واضح؟ نقصد هاي. هذا معناته الترادف، نيجي له اكثر شوي بعد شوي. شو يعني المالتي لينجواليزم؟ ناخذ هلا عن المالتي لينجواليزم. مالتي لينجواليتي هذا الكلام، قلنا الكونسبتس. شوف المالتي لينجواليتي هاي اخذنا كلمه تيبل بالانجليزي، هاي سميناها ايش؟ نفس هذا الكونسبت اكزاكتلي سميناها بالعربي ايش؟ جدول. ولكن الكونسبت الثاني سميناه طاولة. هلا لاحظ هذا الكلام قد يبدو لك انه كل الكونسبتس الموجودة باللغة الانجليزية كمان موجودة باللغة العربية، ولكن بكلمات اخرى. لا مش صحيح. او بمعنى اخر الكونسبتس المفاهيم يعني ليست totally language independent. Concepts are not totally language independent. طبعا في نوع من الاستقلالية، يعني في نوع من الاندبندنسي، ولكن مش total. مش يعني انه اللغة level والconcepts كل اللغات تشترك بنفس المعاني اللي في رؤوس الناس. As they typically depend on the culture of the language speakers. كيف ما هو اذا داخل اللغه الواحده المعاني تختلف من بيئ من من كل من ثقافه لثقافه، ثقافه الشام مع ثقافه المغرب العربي، فما بالك بين اللغتين. فيعني بمعنى اخر هناك اشتراك وهناك اختلاف في، يعني بنقول many concepts are shared across languages. are shared مظبوط انه في شيء مشترك، especially if the speakers of these languages interact with each other. يعني لو كلنا مع الثقافة التركية طبعا في مشترك كمان. ليه؟ لأن يعني قد نشترك مع الثقافة التركية والثقافة اليونانية أكثر في الكونسبتس، أنا بحكيش في الكلمات أكيد، أكثر مما نشترك مع الألمان، صح؟ وقد نشترك مع الألمان أكثر ما نشترك مع الصينيين. ليه؟ لانه في انتر اكشن، طبعا قرب الجغرافيا في انتر اكشن اكثر. The more interaction between communities speaking different languages, the more shared concepts can be found. لو جينا عملنا فين دايجرام بين العربي والانجليزي والفرنسي، شو هاي المنطقة عبير؟ الكونسبتس المشتركة بين الإنجليزي والعربي ومش موجودة بالفرنسي، واللي هون ثلاثة، واللي هون يا سمر بين العربي والفرنسي. بس هل هاي صحيح؟ هاي هل هيك نسبي؟ ما حدش بقدر يجاوب هلا، أنا بقدرش أجاوبك. ما فيش جواب يعني سمعت جواب، بجوز انه ممكن انك تقدر، يعني بعرفش. بس على كل حال هنا بس عشان ندلل على نسبة الاشتراك والاختلاف، انا بقول it would be nice to know how many concepts are shared between English and French and Arab and Arabic and French او English. ترى السؤال الاهم هيك، عدد الكونسبتس في كل لغة محصور؟ عشان نحكي انه خلينا اذا في سؤال، هل عدد الكونسبتس محصور وهل عدد الكلمات محصور؟ هلا بنفكر فيه، هلا بنفكر فيه، هلا بثير لكم قضيه جدليه اكثر من هيك لانه غال علي اخر جمله. This would reflect how much communities speaking these languages interact. يعني لو شفنا
المشترك بيننا وبين اليونان ها ونقارنه بينه وبين الألمان قد إننا نعكس نسبة النسبة يعني هذا بيكون مؤشر على نسبة تفاعلنا مع بعض. لاحظ بس كلنا نتفاعل مع اليونان كثير في القديم وبالتالي كان المشترك بيننا أكثر والآن قل المشترك وزاد بين اليونان والألمان. ليه؟ لأنه تغيرت الانتراكشن زادت هناك وترد تزيد ترد يجي هون ترد تزيد هون يعني المشترك مش ثابت متغير. فاهمين علي؟ طيب سؤال جميل جدا هم أنا مش أنا اللي أجاوب عليه في البداية. هل عدد الكلمات في اللغة العربية أو الإنجليزية محدود؟ في حدا بيقول محدود وحدا بيقول مش محدود. ليش مش محدود يا منى؟ انا بحكي حسب مثلا تطور الحضاره تطور الاشياء حسب مثلا كل مثلا يمكن هلا المهندسين او مشتغلين في الكمبيوتر طلعوا مصطلحات جديده وكل فتره بتزيد الكلمات على الكونسبتس او المفاهيم بالتالي هالمفاهيم والكونسبتس بيصير لها مصطلحات جديده. عصام محدود لانه يعني اي شيء بيستعمله الانسان استعمله قبل هيك نقدر نعده يعني ما تم استعماله يمكن عده وبالتالي الكلمه اللي لم تستعمل في التاريخ مش غير موجوده مش كلمه نعم مش كلمه موجوده يعني والكلمات